يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الخاص النائب البرلماني والمخرج السينمائي الكبير خالد يوسف. أهلا بكم في هذا اللقاء. أهلا بك. بداية أستاذ خالد، يعني كيف تنظرون إلى العدوان الثلاثي على سوريا؟ أرى بلطجة دولية، أراه من طبع الأمور، لأن هذه الدول تحديدا أمريكا وإنجلترا وفرنسا لهم تاريخ طويل سواء في الاستعمار أو في محاولة الهيمنة على مقدرات الشعوب أو في دعمهم حتى للإرهاب ولقوى التطرف لخدمة برضو مصالحهم. فأنا بشوف أنه غلهم وأثار حقدهم انتصارات الجيش العربي السوري واندحار قوى التطرف والإرهاب على أرض سوريا واقترابه من حسم المعركة نهائيا، فأرادوا أن يكسبون جولة ليطيلوا أمد الصراع. يعني أنا بعتقد أنه في النهاية لن يصح إلا الصحيح، وسينتصر الشعب السوري ولن تقسم أرض سوريا العزيزة ولن ينكسر الجيش العربي في سوريا بإذن الله. يعني هم نجحوا في تكسير الجيش العربي العراقي وبيستهدفوا سوريا ومصر كأكبر برضو جيشين موجودين في المنطقة. الحمد لله حتى هذه اللحظة مؤامرتهم خابت سواء في مصر أو في سوريا. من الرابح مما يحدث في العالم العربي من استمرار الإرهاب؟ أمريكا، دول إقليمية موجودة في المنطقة زي تركيا زي قطر، دول تريد أن تأخذ دورا يتجاوز جغرافيتها وتاريخها، دول مش مكتفية بدورها الإقليمي وتريد أن تزيد من نفوذها وتأثيرها. بعتقد أن في قوة دولية وقوة إقليمية يهمها أن الإرهاب يستمر، وأعتقد أن الإرهاب بات واضحا أنه من صناعة هذه الحكومات وهذه الدول. كيف ترى مستقبل السينما في مصر؟ أنا بشوف أنه طبعا من طبع الأمور بعد حراك سياسي واجتماعي وجماهيري ضخم مثل ما حدث في 25 يناير و 30 يونيو وحالة الارتباك الكبيرة التي عاشها المجتمع المصري، من طبع الأمور أن السينما تمر ببعض الارتباكات وبعض الكبوات. لكن أنا بشوف عندي تحليل خاص مفاده أن الجيل الذي عاش هذه التجربة الإنسانية السرية برغم انكسارتها برغم يعني إحباط بعض الشباب برغم يأسهم حتى يصل الإحباط إلى اليأس، إلا أن هذا الجيل اللي عاش هذه التجربة الإنسانية السرية اللي هي ممكن أجيال أخرى زي أجيالنا لو كانت عاشتها كانت ممكن تعيشها في 20-30 سنة، هم عاشوها في سنوات قليلة، بل هم من شاركوا في صنعها. هذا الجيل من الشباب اللي انفتح على كل شبابيك المعرفة في العالم بتكة زرار عبر ثورة اتصال مهولة لم تكن متاحة لأجيالنا السابقة، أنا بعتقد أن هذا الجيل يعدنا أو يشي بمبدعين كبار في كل المجالات، في الفنون، في الأداب، في السينما، في الغناء، في الموسيقى، في الرواية، في القصة القصيرة، في أنواع أخرى حتى من الأدب والفنون سيبتكرونها. أنا عندي آمال عريضة على أن هناك طفرة هائلة في الجيل القادم، الشباب اللي عندهم 20 سنة و 25 سنة ويمكن أصغر كمان من كده، هيعملونا سينما مختلفة وهيعملونا أنواع مختلفة من فنون، لأنهم أنا رأيي كانوا في فترة التكوين أثناء ما كانوا بيعيشوا تجربة إنسانية تسري الوجدان وتطرح آلاف الأسئلة على العقل وتخلف طاقة إبداعية هائلة. فأنا أعتقد هذا الجيل أنا عندي أمال عريضة جدا أن هو يطلع لنا مخرج أهم من يوسف شاهين، يطلع لنا أديب أهم من نجيب محفوظ، يطلع لنا مطربة أهم من أم كلثوم، ولا أبالغ لما أقولك أن أنا عندي يقين أن ده موجود الآن على الأرض ومستني المناخات المواتية كي يظهر. أستاذ خالد، يعني هل يمكن أن تنتج الأحداث الحالية سينما جديدة تكون قادرة على مواجهة تحديات المستقبل؟ أنا بعتقد يعني بالتحليل اللي أنا قلته من شوية، أنا بعتقد أن هذا الجيل قادر على أنه يصنع سينما مختلفة، قادر على مواجهة المستقبل بكل أفقه الواسع. التقنيات الحديثة اللي وصلت ليها هذه الصناعة في كل العالم، بعتقد أن شبابنا
وأجيالنا المبدعة حط أيديهم على هذه التقنيات، ما هيش متخلفة عنها، وبالتالي بعتقد أنه هو يستطيع أن هو يقدم فن يستطيع فيه أنه هو يعبر عن نفسه، باعتبار أن السينما أحد أدوات التعبير الإنساني، ويعبر عن جيله ويعبر عن مجتمعه ويعبر عن إشكالياته ويعبر عن رؤيته كمان واستشرافه للمستقبل. البعض يرى أن هناك تراجع ثقافي، من المسؤول برأيك عن تراجع الثقافة في مصر؟ نحن نتحدث عن واقع ثقافي ليس نتاج يوم أو يومين أو سنة أو سنتين. أنت بتتكلمي عن نظام حكم مصر على مدار أكثر من 30 عام كان يكفر بالثقافة، كان كافرا بالثقافة أصلا، وكان يعتبر الثقافة رفاهية، وكان يعتبر السينما دي حاجة يعني تتعمل أو ما تتعملش، مش في حين أن السينما مثلا في بلد زي أمريكا بتلقى كل الدعم اللازم من الدولة الأمريكية، وتقريبا التسيد الأمريكي في العالم أحد أدواتهم الهامة والفاعلة في السيادة وأنهم أحد القوى العظمى في العالم هو السينما، تصدير فكرة السيد الأمريكي السوبرمان الخارق اللي بيكسر الدنيا، تصدير ثقافة الجنس والتكاوي والحاجات كل ده كان عبر السينما. فأمريكا نفسها صناعة هوليودية، يعني ما بقاش مبالغ إذا قلت كده. هذا النظام الذي حكم مصر جاء بعد نظام جمال عبد الناصر اللي كان مؤمن بالفنون والثقافة والأداب كوسيلة هامة جدا في إظهار وجه مصر الحضاري وتصدير منظومة قيم المجتمع المصري، بل وزيادة تأثيرها في المنطقة عن طريق هذه القوى الناعمة. جاء نظام بعده لا يؤمن بهذه القيم خالص على الإطلاق، ولا يؤمن بهذا المفهوم، فتخلى عن السينما. كانت أدوات الإنتاج كلها تابعة للدولة، الأدوات الإنتاج اللي هي في صناعة السينما للأسف أهملها لغاية ما خربت، وما ساعدش كمان القطاع الخاص، بل فرض مزيد من الضرائب والجمارك وأرهق المنتج القطاع الخاص، فصفى القطاع الخاص اللي هو كان بينتج وأهدر وأدوات الإنتاج اللي كانت في إيده من استوديوهات لمعامل إلى آخره. للأسف الشديد أنا بكلمك على فرع واحد في الثقافة هو السينما. الكتاب نفس الحكاية، صناعة الكتاب نفس الحكاية، صناعة الموسيقى نفس الحكاية، أهمل الجانب الثقافي لغاية ما جت الثورة وحبت تعدل الأوضاع، بس حصل الارتباك اللي موجود، فالثقافة لم تدخل سلاحا في معركة الإرهاب مثلا. يعني لما تيجي تتكلمي، وده سؤال دايما مطروح، هل ممكن حسم معركة الإرهاب دون دخول سلاح الثقافة؟ أنا بقول بكل يقين لا. أنت تستطيع أن تحارب الإرهابيين وتنتصري عليهم، لكن هيفرخ لك بكرة وبعده والسنة الجاية والسنة اللي بعدها عشرات الإرهابيين الآخرين، لأنك ما موتيش الفكرة، لم تواجهها ثقافيا. فخلق جيل بس متذوق للفنون يضمن لك أنه ما يطلعش منه واحد إرهابي، خلق جيل كمان متذوق للفنون وقيم الاستنارة استطعت أن تصدريها له من التربية في المدارس والتعليم إلى العادات اللي ممكن هو يتبعها، اللي بنعلمها له انه يروح سينما، يروح اوبرا، يروح يشوف باليه، يحضر اوركسترا سيمفوني، يعني اي منتج ثقافي لو اتعود عليه هذا الجيل، وفي ذات الوقت استطعتي ان تركزي في قيم الاستنارة ان انت تنشريها في المجتمع، انت كده بتضمني مستقبل بلا ارهاب وبلا تطرف وبلا غباء وبلا عنف. فللأسف ده اللي بيحصل على الأرض، ده نتاج هذه الأنظمة المستبدة التي حكمت البلاد العربية فترات طويلة. يعني لا تستطيع أن تفصلي ظاهرة الإرهاب عن ظاهرة الفقر والاستبداد. صحيح في أسباب أخرى زي القوى الدولية اللي بتتآمر، زي التفسيرات الفقهية المتطرفة، كل دي أسباب، ولكن في أسباب لابد أن احنا نحط إيدينا عليهم تتعلق بالثقافة بشكلها. وهل نجحت الدولة في مواجهة التطرف؟ حتى هذه اللحظة الدولة نجحت في مواجهة الإرهابيين والمتطرفين، ولكنها لم تنجح في علاج ظاهرة الإرهاب. دون دخول سلاح الثقافة في المعركة لن تحسم معركة الإرهاب، لا هذا الجيل ولا الجيل اللي بعده ولا 10 أجيال بعدهم، لأن اللي بتموتين النهاردة متى الفكرة لسه عايشة هيظهر لك جيل آخر من الإرهابيين. ما هو جديدك في السينما؟ جديدي في السينما فيلم اسمه كارما،
فيلم التسمية جاية من بنت صغيرة بطلة الفيلم اسمها كارما، لكنه يتحدث أيضا عن قانون الكارما، يتحدث عن قانون الكارما كما نفهمه كما تدين تدان، إنه الحياة كده، إن ما تصنعه بيديك ستجد ثوابه أو عقابه في الدنيا، وليس الجنة والنار في الآخرة فقط. ناس كتير جدا بتتكلم على انه طب والله في ناس اشرار وبيرتكبوا كل الجرائم والمعاصي وبيموتوا من غير اي عقاب. انا بقول لهم في الفيلم لا، مش صحيح، انه العقاب والثواب مش مجرد حدث يحصل للشخص او مرض يجيله او حادثه تجيله. العقاب والثواب هو حاجه بسيطه جدا، هو السعاده والشقاء. انه الشخص اللي بيحب الخير او بيصنع الخير حبا في الخير وبيبعد عن الشر كرها في الشر، هذا الرجل يبقى في منطقة طمأنينة ومنطقة سعادة يصل إليها الإنسان، والإنسان اللي عكس ده بيعيش شقي طول عمره، حتى لو غني وعنده سلطة وعنده بيعيش شقاء عمره كله، والإنسان التاني بيعيش سعادة عمره كله. فده الثواب والعقاب بتاع الدنيا، هو السعادة والشقاء وليس الجنة والنار اللي احنا منتظرينها في الآخرة فقط. من هم أبطالك في هذا العمل؟ أبطالي عمرو سعد، غادة عبد الرازق، زينة، خالد الصاوي، مجد المصري، وجه جديد اسمها سارة التونسي، مدام دلال عبد العزيز، وفاء عامر، مجدي كامل، مجموعة كبيرة قوي من الفنانين يعني. الحمد لله يعني ربنا يوفقنا بس ويعجب الجمهور في العيد بإذن الله. هل ما زالت السينما تعكس الواقع أم أن هناك محاذير ما تمنع المنتج من الجرأة؟ بكل تأكيد أنه دايما اللي في مجتمعات العالم الثالث أو مجتمعاتنا العربية بشكل عام، منظومة القيم الحاكمة للمجتمعات بها شيء من الموروث المتخلف والرجعي، زي ما فيها منظومة القيم دي أشياء كثيرة جدا ترتبط بالأصالة وترتبط بالرقي فبتلاقي أنه أنت بتصطدمي بقيم مجتمع لابد أنها تنقح الأول يعني. وأنت ما تفكري بشكل عام هتلاقي أنه كل القفزات الحضارية الكبرى في تاريخ أي شعب حدثت باصطدام مبدع ما أو فنان ما أو مثقف ما أو مفكر ما أو حركة ما، حركة مجتمع ضد قناعات المجتمع السائدة. يعني قضية تحرير المرأة مثلا، هل تقدري دلوقتي تتخيلي لو ما كانش في جيل قاسم أمين وجيل تحرير المرأة اللي من حوالي قرن ونص، في وقتها كان متصادما مع قيم المجتمع وتقاليده وعاداته، وفي وقتها كانت دعوة خارجة على النمط، وبالتالي تصدى لها ليست الحكومات فقط ولكن المجتمع نفسه بيتصدى ليها ويقف ضدها. ولكن احنا قدر الإنسان كي يتقدم يجب دائما ان هو يفتش في موروثه كي ينقحه من الخرافة ومن الرجعية ومن التخلف. فدايما لما بنيجي نقدم موضوعات بنصطدم اكيد بان انت مش الرقابة بس اللي بتمنعك، ممكن الرقابة تعدي لك الفيلم، لكن انت ممكن المجتمع نفسه يهاجمك على انك ازاي تطرح قضية زي دي. يعني لو احنا، هل حد يقدر ينكر الظواهر الأمراض الاجتماعية اللي موجودة في مجتمعاتنا كلها، مجتمعاتنا العربية ومجتمعات العالم كله، مش حكر لما تيجي تقضي مرض اجتماعي زي مثلا زنا المحارم، انت تقدري تقري في الجورنان قضية زنا محارم، لكن لما تقدميها على الشاشة ما تقدريش تشوفيها من كتر ما المسألة بالنسبة لنا حساسة جدا. ولذلك بتبقى في محاذير مش من الرقابة بس، من صدمة المجتمع نفسه، من ان المجتمع يقابلك بعنف شديد، انت ازاي تقدم التيمة دي بالشكل ده. فبكل تأكيد ان التابوهات التلاتة، السياسة، الجنس، الدين، التلاتة ما زالوا موجودين، والتلاتة بنقعد نعمل لهم حسابات شديدة واحنا بنقدم اي عمل. وما الذي استفاده النائب خالد يوسف من تجربته البرلمانية؟ استفدت مجموعة من القصص، قصص بديعة بما فيها حتى قصص الفساد نفسها، هي قصص بديعة يعني من حيث الصراع الخير والشر. استفدت خبرات أكيد حياتية، لكني لم أستطع أني أو لا أستطيع أن أقول أنني قدمت أنا ومجموعتي في البرلمان إسهاما حقيقيا ينقذ هذا الشعب من براثن الفقر والتخلف والرجعية حتى.
لان احنا مجموعه قليله جدا المعارضين اللي موجودين في البرلمان، والقرار بيتاخد بالاغلبيه زي كل الديمقراطيات في العالم، وبالتالي لن نؤثر غير في بعض صياغه بعض النصوص في بعض القوانين، لكن ما نقدرش نقول ان احنا استطعنا ان احنا نقدم انجاز حقيقي لهذا الشعب يستحقه هو، ولا البرلمان نفسه على بعضه كده استطاع ان يكون على قد طموحات هذا الشعب عندما خرج في ثورة 25 يناير أو 30 يونيو ليطالب بالعيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحرية والاستقلال الوطني، كل هذه والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، كل هذه المطالب التي خرج بها الشعب المصري. أنا بتصور البرلمان كان أقل كثيرا من أن يحقق ولو جزء بسيط منها. وهل الأحزاب في مصر ميتة؟ الأحزاب نظرا لأنه الثلاثين سنة اللي فاتت الدولة كانت تضرب الأحزاب المدنية في مقتل، وتركت حركة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية تعيش تحت سراديب الأرض وتنمو وتترعرع، فالأحزاب المدنية الديمقراطية الحديثة أو التيار المدني كله بعتقد أنه هو بعافية يعني ضعيف جدا، ولابد من إرادة الدولة نفسها، الدولة والنظام الحاكم والحكومة المصرية في حياة ديمقراطية تقوم على التعددية وتقوم على الاختلاف وتقوم على التعددية الحزبية والتعددية السياسية، وده حتى هذه اللحظة لم نراه في توجه الحكومة المصرية. ففي ظرف ذاتي وموضوع يتعلق بالقوى السياسية نفسها والأحزاب، أنها مش منتشرة على أرض الواقع، مش ملهاش كوادر على الأرض، لكن برضو في سبب لابد ان احنا ننبه ليه، ان الدولة لم تقم بواجبها نحو محاولة انعاش هذه التيارات او افساح المجال امامها، بل بالعكس بيتوجسوا من اي تحرك حزبي وكأنه موجه ضد الدولة او موجه ضد الحكومة، وده كلام مش معقول في هذا العصر، لان حتى حركات الاحزاب المعارضة للحكومة دي جزء من النظام وجزء من الدولة، ويجب انها بتسهم بقدر ما في رواج هذه الدولة وفي ازدهار هذه الدولة وليس هدمها. فالمفهوم بتاع الحكومة عن حركة الأحزاب المعارضة انها بتهدم في الدولة، انا رأيي ده احد الأسباب الكبرى لموت الأحزاب، بزائد الظرف الذاتي والموضوعي اللي موجود في هذه الأحزاب وأمراضها السياسية اللي موجودة اللي معروفة. وهل خالد يوسف من مؤيدي تعديل الدستور؟ أنا رأيي أنه أي حد يقترب من هذا الدستور اللي أقره المصريين بنسبة ساحقة أكثر من 97% يبقى مجرم في حق هذا الشعب، لأنه ده مش معناه أن الدستور فوق التعديل وأنه نص مقدس، ولكنه يتطبق الأول ونشوف تطبيقاته الحقيقية ونستخدمه وما نحطهوش على الرف ثم نفكر في تعديله. لما يكون الدستور حتى هذه اللحظة عبر الأربع خمس سنوات اللي فاتت تقريبا كل النصوص اللي فيه معلقة، يعني نسبة التعليم اللي موجودة اللي بينص عليها الدستور في موازنة العامة للدولة لم تطبق، نسبة الصحة لم تطبق، التعليم العالي لم تطبق، الحقوق والحريات معظمها لم يطبق. لما كل ده يتطبق وبعدين نكتشف ان احنا والله مش ده اللي يلائم صنع مستقبل مختلف يبقى نغيره، لكن تيجي ما تطبقش اصلا الدستور حتى هذه اللحظة ولا نجد له اثرا في قوانيننا ولا في اجراءاتنا ثم تطالب بتعديله، انا رأيي ده ردة على منجز اهم لثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو وهو الدستور المصري. استاذ خالد، اين اهداف ثورة يناير؟ كتير جدا من اللي يكلموك دلوقتي من اللي شاركوا في الثورتين دول يقولوا لك ان الثورة فشلت وان كل ما طمح اليه المصريين لم يتحقق. أنا بقول لا، أنا بقول الثورة ستحقق أهدافها برغم كل الإحباطات اللي موجودة، إلا إن أنا بدعي إن أنا بفهم في حركة التاريخ، وإن حركة التاريخ ما هيش سنوات قليلة كده بسيطة، ممكن تمتد الحكاية، بيبقى في موجات وفي صخور صناعية بتترمي في نهر الثورة الرائق كي تحد من جريانه أو تحوله. قد نجحت، بأقر قد نجحت هذه الصخور الصناعية، ولكن مصب هذا النهر وهو الإرادة الشعبية الجامعة التي عبر عنها المصريين في 25 يناير وفي 30 يونيو مسيرها أو مصيرها ستتحقق في يوم ما قريبا أم بعيد. وكيف ترى استمرار حبس ومحاكمة يعني المئات من الشباب؟
أنا بشوف أنه في خطيئة نرتكبها في حق المستقبل عندما نرى أن في شباب خرج في 25 يناير مطالبا بالحرية وخرج في 30 يونيو مطالبا بالدولة المدنية وقال يسقط حكم المرشد وأننا نلاقي حد من الشباب دول في السجن مهما حصل. كل اللي مارسوا عنف أنا لا أتحدث عنهم، أنا أتكلم عن الشباب اللي خرج في تظاهرات حتى لو ضد القانون، ضد القانون. أنا راجل برلماني ومع تطبيق القانون، ولكن في روح القانون. ما ينفعش أن أنا بقانون أوريدي ثبت أنه غير دستوري والمحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية قانون التظاهر، أن يبقى هؤلاء في السجن محكوما عليهم ب 15 سنة و 20 سنة وفي 30 سنة محكوم عليهم عشان هم تظاهروا في يوم من الأيام وطبق عليهم قانون غير دستوري. وعندما سقط القانون الغير دستوري ده وقمنا بتعديله في البرلمان لم تعدل الأحكام على هؤلاء الشباب حتى هذه اللحظة. أنا بشوف أن في خطيئة بنرتكبها في حق المستقبل، وبل ندوس بالأقدام عندما نرى هؤلاء الشباب اللي هو الأكثر وطنية والأكثر مشاركة في تغيير وجه مصر نلاقي جزء منه موجود في المعتقلات الآن أو في السجون. ومن يتحمل مسؤولية صعوبة الأوضاع الاقتصادية برأيه؟ رؤية السياسات اللي الحكومة متبنيها. السياسات ممكن أي ناظر للاقتصاد المصري الآن محلل اقتصادي يرى أن هناك نسبة نمو اقتصادي، لكن أنا بقول لهم ما تنسوش أن في آخر سنة 2010 كان النمو الاقتصادي على ما أعتقد وصل ل 8%، وانه كانت كل الدول بتتكلم على نقدها للتجربة المصرية، كانوا بيتكلموا اقتصاد ناهض ومناخ جيد جدا للاستثمار، وقامت الثورة. ليه؟ لان النموذج الاقتصادي اللي كان مطبق قبل الثورة ما كانش فيه عدالة في توزيع عوائد التنمية، فكانت التنمية اللي موجودة تنمية تصب عوائدها على فئة قليلة 5 مليون 10 مليون، والباقيين ما بيتوزعش عليهم عوائد التنمية او بيتوزع عليهم الفتات. احنا طالبين نموذج اقتصادي مختلف، عوائد التنمية تنزل بشكل عرضي على الطبقات الاكثر فقرا وتستهدفها، وتستهدف الطبقات الاكثر فقرا اكثر ما تستهدف اي طبقة اخرى. هذه السياسات حتى هذه اللحظة لم تطبق، وبالتالي معاناة الفقراء في مصر اللي انا عبرت عنهم في البرلمان وقلت ان القرارات الاقتصادية الاخيرة مع انها في وجه وفي تحليل اقتصادي ممكن تكون خطوات جريئة، الا انها نزلت 20 مليون مصري من تحت حد الفقر لتحت حد الكفر، ونزلت 20 مليون مصري من طبقة وسطى لتحت حد الفقر. اذا لم ينظر تنظر الحكومة المصرية لطبقة الفقراء في مصر خلال الأربع سنوات القادمة من حكم الرئيس السيسي، أنا رأيي احنا عندنا مشكلة كبيرة. ما الذي تحتاجه مصر الآن؟ مصر تحتاج حاجتين أساسيتين، العدالة الاجتماعية والحرية اللي طالب بيهم المصريين، التوزيع العادل للثروة، وخطط تنموية تستهدف الفقراء وتستهدف الطبقات الأكثر احتياجا، وفتح آفاق للتنفس ويتنفس المجتمع من رئات أخرى وليس من رئة واحدة، حرية التعبير وحرية الرأي لابد أن تكون مكفولة كما قال الدستور وتحميها الدولة مش تضيق عليها، حركة الأحزاب لابد أن يبقى عندنا حيوية سياسية والأحزاب تشجع أنها حتى بما فيها الأحزاب المعارضة أنها تنزل تشتغل على الأرض، لأن حقائق القوانين الكونية بتقول الفراغ يجد من يملأه. فين الفراغ اللي تركه الإخوان المسلمين في الشارع؟ مين اللي هيملاه؟ لو انت ما ملتوش هتملاه، لو الطيار المدني ما ملهوش هتملاه الطيارات المتطرفة. فالدولة لابد أن تدرك أن هذا الفراغ لابد أن يملأ بحيوية سياسية، بفتح منافذ للتنفس، لا لكبت الحرية ولا للتخوين، ولكن مزيد من مش الضمانات بقى، التشجيع على حرية الرأي والتشجيع على أن يدلوا الشباب بدلوهم في رأيهم في مستقبلهم، لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية في المستقبل. عندنا حاجات كتير جدا محتاجينها، بس أهمهم العدالة الاجتماعية والحرية.
كيف ترى مشاركة المنتخب المصري في مونديال روسيا المقبل؟ بكل تأكيد ساعدت كما ساعد ملايين المصريين لصعود المنتخب المصري ومشاركته في نهاية كأس العالم في روسيا، ومن حسن الطالع أنها روسيا، لأن أنا كرجل ناصري ابن المشروع القومي الناصري عندي نوستالجيا تجاه روسيا وتجاه هذا المعسكر الذي ساند كل حركات التحرر في العالم الثالث وكان حليفا أساسيا لمصر الناصرية. فلما نروح كاس العالم وتبقى في روسيا من حسن الطلع بالنسبة لواحد زي حالاتي، وأكيد سعيد بده جدا، وأتمنى للفريق المصري أنه يحقق حاجة غير متوقعة، وأنا أشعر بده بإذن الله. في نهاية هذا اللقاء، النائب البرلماني والمخرج السينمائي الكبير خالد يوسف، شكرا جزيلا لكم على إعطائنا فرصة لقائكم والحديث معكم. أشكرك.